ان العين يناكم بالفيديو الثاني تابع الدك الهيروز بنسوي لكم كم كامبوز ان شاء الله ينال اعجابكم. اول كامبو يتطلب منك شيء بسيط طبعا كرتين سامنر مانك وباني التيم تنس كتراب كار طبعا هذه ليمت فاتمنى تطلع لك هذا سيمي ليمت بالدكس واي سبلين اي سبلين ما له داعي اي سبلين مو شرط بس احنا اخترنا هذول الاثنين لان اشكالهم متعلقين بالهيروز. راح ابلش الكامبوز نورما سامن سامنر مانك افكت ماله يدور دفاع بعدين افكت الثاني ديسكارد سبل كارد تدز الجريف يارد يجيب لك سبيشال سامن من دكك اي وحش ليفل 4 طبعا انت بنفسه سبيشال سامن افكت الثاني هم تقط سبل ثاني من دكك ليدك يجيب لك سبيشال سامن من الدك المنت الهيرو شادو مسك افكت شادو مسك يعطيك عاد سبل كارد يحطهم بيدك بعدين تروح ليفل 4 ليفل 4 تروح اوفر اي اثنيناتهم تيب ماستر كي بيتل ملعب وطبعا تحط لك سيت الاول وتستخدم فايدته ديتاج يروح لقريب تلقط السيت هذا وتحط سيت ثاني يفضل تلعب كذي وليدك الثانية مو موجود طبعا اذا عندك لانس يكون وايد صعب اشياله في الكامبو هذا هي دور خصمك تقول له انت يسحب الخصم بالدرو فيس ماله قرار عندك تفتح هذه تشين عليها هذه الديفيت هذه تشين تضحي وحش الماسك هيرو تجيب سبيشال سامون التشين يشتغل تشين 2 يشتغل اول بعدين يشتغل تشين 1 بعدين تجيب سبيشال سامون ماسك هيرو اي ماسك هيرو تبي طبعا يفضل وانت مغمض يعني داركو هني ايش سويت ماستر كي بيتل ما تفجر فانيتي انا راحت سبل اور تراب كار والسند ماله يروح لقريب تروح لقريب وعندك هني مثل ما تقول ماسك هيرو دارك لو يسوي مثل ميكرو كوزموس كل الترابا كل سبل كل الكروت خصمك ماكو قريب واذا حط ادي يروح وفوق هذا تسوي سيرش بصاحبك بالقريب تقدر تجيب اي وحش تبي طبعا يفضل تجيب هذا لان انت فالنتين تنس مسكره فهذا تاكل 1900 يعتبر بيتر والدوره جاي تعطيه ديتاج فيكت عليه طول ما هذا موجود هذا ما يتفجر وتسوي حكرة هذه أول واحدة طبعًا هذه فيها عيب إذا سحب دارك هول وأو رقيكي وأو بوكف مون هم تسوي لوية بالكامبو هذا بوكف مون يقلب هذا فيس داون يطق يكسر لك إياه تروح عليك بانتي ففيها مشكلة بس إن على قولتهم واحد من الكامبوات اللي وايد 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 فتحت فيه وكان خصمك ما عنده رد جيم وأنت مرتاح جيم هذا الكامبو الأول بلش الكامبو الثاني طبعا هو عبارة عن كروت معين اي كرتين اد مو شرط يا روتا يا ايكول كيفك يا بس انه لازم يكون هذا على الاقل بيدك عشان نقدر نضمن ان الكامبو يمشي وهيرو لايف طبعا هيرو لايف يو كنترول فيس اب مونسترز ما عندك وحوش طق نص لايفك تجيب سبيشال سامون دارك لو فك دارك لو ذا سبيشال سامون يعطيك اد اي كرت ماسك تشينج يعطيك ماسك تشينج بيدك من الدك ليدك ماسك تشينج وبعدين تروح على قولتهم تعطي ماسك تشينج تضحي فيه تجيب سبيشال سامون هانيكي كبيتر وتعطيه بو روتا فيك مال روتا تعطيك اد اي وحش هيروز طبعا يفضل انك تاخذ الواحد الوحيد اللي من دك ليدك نورمال سامون فيك تجيب لك يا سبيشال سامون تروح اوفر اثنيناتهم فكت دبل تيتاتش ويطيق يصير اتاك 4000 وطيق نص ميركل تبنش اثنين المنتال هيروز يفضل وتيب المنتال هيرو شاينينج الملعب طبعا يصير اتاك كم كرت بنش برا اللعبة اثنين هيروز فيصير اتاك 3200 4000 و2800 هذا كامبو يطيق اوتيكي اوتيكي معناته وان تيرن كل دورة واحدة انت فايز عليه اتاكات جيم 2200 زائد 4000 يعطيك 7200 زائد 2800 هذه تقريبا 10000 كامله في الكامبو طبعا الكامبو الاخير اللي راح نسويه طبعا هذا واحد من الكامبوات اللي اول شيء اعطيه على قولتهم اهداء حق الحوطي هو اللي مسوي الكامبو هذا ومن تاليفه اغلبه من تاليفه فبسويه عشانه على قولتهم الكامبو هذا بسيط عبارة عن كرت واحد كرت واحد عفوا كرتين ماسك المنتال هيرو شادو ميست ويا ماسك تشينج اذا عندك هالكرتين تسوي هالكامبو
طبعا لازم يكون عند خصمك وحوش الاقل تاكاتها تقارب ال 1900 2000. طبعا راح احط لك نظام بس راح نحطهم كذي شكليا انه والله عنده وحشين خصمك، واحد 2500 وواحد 2000 او اي وحشين عنده بالملعب، يعني ما يشترط تاكات معينه بس نعطي الكامبو. طبعا تعطي نورمال سمون المنتال هيرو شادو ميست، تعطي ماسك تشينج تضحي فيه ما تستخدم فايدته، تجيب سبيشال سمون المنتال هيرو انيكي اتاك 2800 طق على اي وحش من الوحوش 300 على اللايف، يتفجر وحشه افكت انيكي يجيب لك سبيشال سمون فورم تشينج، تطق فورم تشينج عليه تضحي فيه. طبعا فورم تشينج تضحي بوحش ماسك، تجيب سبيشال سمون اي وحش من الفيوجن نفس الليفل، طبعا هو ليفل 8 تجيب ديان المنتال ماسكيرو ديان فك ديان اتاك 2800 على نقاطه يروح القريب، اشتغل فك ديان يجيب لك سبيشال سمون اي وحش دبل 4، فتجيب هذا سبيشال طبعا تجيب اتاك عفوا فكت ماله اذا هي سبيشال سمون يرد يعطيك ماسك تشينج، فتطق 1000 دايركت تعطيه ماسك تشينج ثانيه تجيب دارك لو وتطق مره بعد ماضي. فانت بلشت اللعبه كان عندك كرتين، شلت كرتين من عند خصمك وجبت له لوك، واحد اتاك 2800 والثاني اتاك 2400. تحياتي الحوطي وان شاء الله تكون استمتعتوا بالكامبوات، هذه ثلاث كامبوات بسيطه، والهيروز كل ما تلعب فيه في كامبوات كلها متشابهه تقريبا نفس الكامبوز، وفي ناس يلعبون بليد ارم نينجا ديتاتشين ديتاتش يطق مرتين او ينقي وحش ويندي يطق مرتين، وانا قررت اني العب بالطريقه هذه لانه وايد ممتع بالطريقه، وان شاء الله تكون استانستوا ويانا. مع السلامه.